في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، انتهت وزارة الإسكان من توزيع أكثر من 900 وحدة سكنية بمدينة خليفة على المواطنين المستفيدين. وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات توزيع وحدات المشروع جرت بسلاسة تامة، مشيرة إلى التزامها بتسخير طاقاتها لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع كافة الوحدات السكنية التي أمر بها سموه حسب الجدول الزمني المخطط لذلك، باستقبال المواطنين المستفيدين بمختلف المشاريع الإسكانية على دفعات منظمة متتالية حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وبتوزيع المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن خطة توزيع 5000 وحدة سكنية. والتوزيعات الأخيرة تكون الوزارة قد بلغت المراحل الأخيرة من خطة توفير 25000 وحدة سكنية والواردة في برنامج عمل الحكومة. وأضافت الوزارة أنها تستند في ثقتها على تنفيذ هذا الالتزام على الدعم الحكومي الذي تحظى به، حيث تولي الحكومة الموقرة اهتماما كبيرا بالمشاريع الإسكانية تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها.